السادة والإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الماضية أسقطت العديد من الجنسيات عن العديد من المواطنين من مختلف شرائح وفئات المجتمع البحريني، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا المشهد نستضيف في هذه الندوة الأستاذين يوسف ربيع المحامي والأستاذ إبراهيم سرحان المستشار القانوني، وستكون هذه الندوة إن شاء الله تحت عنوان نفي وإبعاد المواطنين عن أوطانهم، فليتفضل إلى المنصة مصحوبين بأفضل وتم الشكر والتقدير. نبدأ هذه الندوة مع الأستاذ يوسف ربيع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا لن أطيل عليكم ولن أستغرق كثيرا في النصوص القانونية. عشرين دقيقة إن شاء الله بأخذ أقل. كما وعدتكم لن أستغرق كثيرا في النصوص القانونية والجدل القانوني، ولكن سأطرح أفكارا مهمة ومعالجة قانونية وموضوعية لموضوع إسقاط الجنسية وتأثير إسقاط الجنسية على يعني المسقطة جنسياتهم وعلى الوضع القانوني أو المركز القانوني تبعا لذلك. صدرت عدة مراسيم في الفترة الماضية خلال 3 سنوات الماضية، مراسيم بإسقاط الجنسية البحرينية عن العديد من المواطنين. هذه المراسيم عادة ما تشمل على أسماء هؤلاء المواطنين، ويعني تعنون بعنوان أنهم قاموا بالإضرار بمصالح البحرين والقيام بأنشطة تناقض الولاء لها. طبعا هذا النص القانوني عدل في 2014 على قانون وأدخل على قانون الجنسية، وتبعا لذلك السلطات في البحرين استندت على هذا التعديل وقامت بإسقاط الجنسية. كان آخرها في 29/1، يعني أكبر مجموعة تم إسقاط الجنسية عنهم مجموعة 72 شخص في 29/1/2015 تم إسقاط الجنسية عنهم. المعالجة القانونية التي سنقدمها اليوم تشرح ما يعني لماذا تسقط هذه الجنسية وما هي الأسباب وهل يحق لذلك. يعني تكلمنا قبل قليل عن أن السلطات أو صار تعديل تشريعي أدخل على قانون الجنسية أعطى السلطات أن تقوم بإسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين. هذا موضوع الإسقاط يعني عولج كثيرا من الفقهاء القانون الدستوري وغيرهم من فقهاء القانون، بل وحتى في يعني كبار الناشطين الحقوقيين وكبار المنظمات الحقوقية. أكثر ما يمكن أن يصف به قرار إسقاط الجنسية عن أي شخص هو قرار إعدام مدني لهذا الشخص. ليش نقول قرار إعدام مدني؟ يعني تخيلوا أن يعيش الفرد أو الإنسان بلا اسم، أن لا يكون له الحق في الاسم، أن لا يكون له حق في موطن، أن لا يكون له حق في سكن. لا، قرار إسقاط الجنسية هو شامل لهذه جميع هذه الحقوق ومؤثر فيها. وتبعا لذلك يعني كثير من المشاكل التي يتعرض لها اليوم الأخوة التي أسقطت جنسياتهم أعدمهم مدنيا بحيث كأنما أزالهم من الوجود القانوني الذي يرتب لهم الحقوق الإنسانية الأساسية في المجتمع أو في الدولة، بمعنى حق الإسكان، حق الانتخاب، حق الترشيح، حقوق أخرى هامشية قد لا نلتفت إليها، ولكنهم أسقطت عنهم وبالتالي أصبحوا
يعيشون وضعا قانونيا ومدنيا مزريا ومؤسفا ينبغي الالتفات إليه. تبعا لذلك بعد كل هذا كله يتم إحالتهم إلى المحاكمة بسبب الإقامة غير المشروعة. القانون البحريني في قانون الإقامة والأجانب المتعلق أيضا بقانون الجنسية عرف الأجنبي أو أوجب على الأجنبي الذي يعيش في البحرين وتجاوز سن 14 أو 16 أن يقوم باستصدار رخصة تسمى رخصة الإقامة لكل أجنبي لكل أجنبي يعيش في البحرين. وهذا القانون عرف الأجنبي بأنه كل شخص يقيم على أرض البحرين ولا يحمل الجنسية البحرينية، سواء كان يملك جنسية أجنبية أو لا عديم الجنسية. بمعنى أن القانون البحريني قانون الإقامة أوجد أو عرف الأجنبي بأنه كل شخص لا يملك الجنسية البحرينية فهو أجنبي، سواء كان يملك جنسية دولة أخرى أو لا يملك هذه الجنسية بمعنى أنه عديم الجنسية. وتبعا لذلك تم إحالة هؤلاء إلى المحاكمة إلى النيابة ومن ثم تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة الإقامة غير المشروعة. وتبعا لذلك تم إصدار عدد من الأحكام بتغريمهم 100 دينار ومن ثم إبعادهم عن البلاد. وقد طبقت هذه الأحكام، وكان آخر هذه الأحكام لليوم حكم أو محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف المقدم من الدكتور مسعود جهرمي، وربما ينتظر هو الآخر إبعاده عن البلاد في أي لحظة من اللحظات، طبعا مع وجود مرحلة أخرى من التقاضي هي مرحلة التمييز. ولكن كما سبق ممن تم إبعادهم لم تنتظر السلطات حتى أن يسمح لهؤلاء أن يقوموا بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالتمييز ومن ثم إيقاف تنفيذ هذه العقوبات لحين الفصل في هذه المرحلة من التقاضي. عند معالجة هذا الموضوع، أي أعني موضوع الإقامة غير المشروعة، لابد من الإضاءة على القوانين المنظمة أو ما يمكن سميه أركان جنحة الإقامة غير المشروعة أو مخالفة قانون الهجرة والإقامة. ذكرنا سابقا بأن هؤلاء كانوا بحرينيين، حصلوا على الجنسية البحرينية من خلال رابطة الدم بمعنى أنهم ولدوا وأباؤهم بحرينيون وهم على أرض البحرين وحصلوا على ذلك تبعا لذلك على الجنسية البحرينية، وبالتالي عند إسقاطها هم لا يملكون جنسية أخرى. وبالتالي أن الوضع القانوني الجديد الذي خلقته السلطة لهم هو وضع قانوني اصطلح عليه مصطلح البدون أو عديمي الجنسية. المصطلح القانوني هو عديمي الجنسية، ولكن هناك مصطلح إعلامي أو سياسي شائع يطلق عليه اسم لفظ البدون، وهم من لا يملكون أي جنسية دولة تقبلهم كمواطنين لديها. أهم هذه أهم هذه الأركان هذه الجنحة هو إرادة أو تهمة الإقامة غير المشروعة. أهم أركان أو عناصر هذه التهمة هي إرادة الشخص في مخالفته لهذا القانون. هؤلاء لم يخالفوا قانون الإقامة والهجرة عن قصد، هم لم يقصدوا مخالفة هذه ولم يكونوا مخيرين حتى في مخالفة هذا القانون. هناك من أسقط عنهم الجنسية وخلق لهم هذا الوضع القانوني الجديد، وعليه أن يتحمل كيفية معالجة هذا القانون، لا أن يطالبهم بتصحيح وضعهم القانوني مع أن هناك استحالة قانونية لتنفيذ هذا التصحيح. سنأتي ونوضح
هذه الاستحالة لاحقا إن شاء الله من خلال استعراض الورق التي سنقدمها في هذه الندوة. كما ذكرنا سابقا أن قانون الإقامة يوضح أو يعرف للأجنبي بأنه كل شخص لا يملك الجنسية البحرينية ويعيش على يعني ويعيش داخل مملكة البحرين. وأوضحنا أن هؤلاء أسقطت عنهم الجنسيات البحرينية وبالتالي أصبحوا عديمي الجنسية. وطبعا لقانون الإقامة وتعريف لفظ الأجنبي الوارد في قانون الأجانب الصادر عام 1955 اعتبر هؤلاء أجانب وبالتالي عليهم تصحيح وضعهم القانوني. هناك مادة أخرى في قانون العقوبات البحريني تعرف المواطن بمصطلح أو باعتبارات وشروط أخرى مخالفة لقانون الإقامة، وقد دفع محامو المسقط جنسياتهم أمام المحكمة بهذا الدفع، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفع ولم تعرف اهتمام. قانون العقوبات في المادة 106 اعتبر في حكم المواطن البحريني من لا جنسية له وكان مقيما في إقليم دولة مملكة البحرين أو في دولة البحرين كما كان سابقا. يعني الآن عندنا نصين قانونيين متعارضين، نص قانون الإقامة الذي يعتبر الأجنبي كل من لا جنسية له أو كل شخص لا يملك جنسية بحرينية، ونص آخر يقول أنه يعتبر في حكم المواطن البحريني من لا جنسية له وكان يقيم على أرض البحرين. الآن تضارب هؤلاء النصين لم يفسر على كما قيل لصالح المتهم، بل فسر لصالح مآرب أخرى نحن يعني كلكم يعرفها وكلكم يعرف الغرض أصلا من إسقاط الجنسية. إسقاط الجنسية تم بناء على تقرير يمكن وصفه بالتقرير المخابراتي كما يصطلح عليه سياسيا، يقدم هذا التقرير ومن ثم يتخذ هذا القرار ويصدر هذا المرسوم بإسقاط الجنسية. وللأسف عندما تم الطعن على هذا القرار وعلى هذا المرسوم أمام المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية تبرأت أصلا من اختصاصها في مراقبة مثل هذه القرارات، وكان حكم المحكمة الإدارية في البحرين لافتا إذ أنها اعتبرت هذا المرسوم من اختصاصات السلطة التي لا يمكن رقابتها، بل إن السلطة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيها، وبالتالي تبرأت حتى من فرض رقابتها الموضوعية على هذا القرار، مع أنه يعني يحتوي على عيب الانحراف بالسلطة. وكان الحكم الصادر في 7/12/2015 هذا الرأي. يعني إذا أقرأ لكم جزء من هذا الحكم، يعني اقتبس من الحكم الصادر في هذا التاريخ: لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن صدور المرسوم رقم 8 لسنة 2015 بإسقاط الجنسية عن المدعين أي المسقط جنسياتهم لتورطهم في القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة والمناقضة لواجب الولاء لها على ما انتهى إليه تقرير وزارة الداخلية في هذا الشأن. طبعا تقرير وزارة الداخلية في هذا الشأن لم يرد في الدعوة ولم تطلع عليه المحكمة أصلا، وإنما أحالت إليه مجرد إحالة. والمحكمة لا يمكن أي محكمة تريد أن يعني تصل إلى نهاية حكم موضوعي لابد أن تطلع على الأدلة وتوازن هذه الأدلة ومن ثم تحكم. في أيضا الدعوة المرفوعة من المسقط جنسيته إبراهيم كريمي عندما يعني طالب المحكمة بإبراز مرسوم إسقاط الجنسية أو قرار إسقاط الجنسية، جاء بهذا المرسوم من قبل ممثل جهاز قضايا الدولة إلى المحكمة، سلم إلى المحكمة ومن ثم سحب.
أي أنه لم يبقى في ملف المحكمة ولم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليه، وإنما أثبت إثباتا في محضر الجلسة. وهذا يعني عندما تسقط، يعني حتى لما لجأ المتضررين هؤلاء لجأوا إلى القضاء للطعن على هذا القرار، ما مكنوا فعلا من الطعن على هذا القرار، ولم تتوفر لهم الضمانات القانونية التي من خلالها يمكن الطعن على هذا القرار. وهذا للأسف حاصل، وهذا الحكم موجود، يعني هذا الحكم موجود لا زال يعني، ويمكن الاطلاع عليه. نعود إلى قانون الإقامة، وفسرنا احنا وشفنا التناقض الموجود بين قانون العقوبات وقانون الإقامة في اعتبار موضوع الأجنبي، ووضحنا أن هذا أن الجريمة، أي جريمة في قانون العقوبات، يعني تكون عمدية وهناك قصد جنائي وإرادة إلى المتهم. في موضوع إسقاط الجنسية لا إرادة حقيقية ولا فعلية موجودة لدى المسقطة جنسياتهم بأن يخالفوا قانون الإقامة. هؤلاء أسقطت جنسياتهم بقرار لا دخل لهم فيه، ولم يقيموا في البحرين بمخالفة قانون الإدارة، يعني على قولتنا مو مثل الأجنبي اللي بيجي بياخذ رخصة إقامة ويقعد في البحرين وتنتهي هذه الرخصة ولا يجددها ويبقى مخالفا وهو يعلم ذلك. هؤلاء أسقطت جنسياتهم بعدما كانوا مواطنين بحرينيين ويطالبون بتصحيح الوضع، وسنأتي يعني بتصحيح أوضاعهم اللي يحصلوا على إقامة، وسنتحدث لاحقا في خلال استعراض هذه الورقة عن الاستحالة في تنفيذ موضوع تصحيح الإقامة. عندما يطلب من شخص أن يصحح إقامته لابد أن يكون يعني لديه جنسية أجنبية أو أي جنسية حتى يستطيع التقدم بطلب لتصحيح إقامته. هؤلاء لا جنسية لهم، تم إسقاط الجنسية عنهم وهم مقيمين في البحرين. ولو افترضنا أنهم سيسعون للحصول على جنسية أخرى، فأي دولة في كل الدول تقريبا يعني تشترط مثلا الإقامة 5 سنوات على أقليم تلك الدولة حتى يحصل على جنسيتها، وأن تكون هذه الإقامة دائمة. هو أصلا لا يستطيع أن يغادر البلاد لأنه لا يملك وثيقة سفر. هناك استحالة، يعني استحالة قانونية في تنفيذ موضوع تصحيح الوضع. فكيف تعاقب السلطة، يعني فكيف يتم معاقبتهم على جريمة هم لم يرتكبوها أصلا أو لم يكن لهم القصد في ارتكابها؟ كذلك في يعني موضوع إسقاط الجنسية، 5 دقائق باقي لي إن شاء الله أخلصها قبل إن شاء الله. في موضوع أيضا إسقاط الجنسية، يعني تحدثنا عن موضوع الاستحالة وبينا أوجه هذا. أنا ما بستغرق كثيرا في النصوص، ولكن أستعرض آراء، يعني في هناك كثير من الآراء التي قيلت في هذا الموضوع. أنا ربما لا يسعني الوقت لأنها كثيرة، لا يسعني الوقت إلا أن أذكرها الآن إن شاء الله، لكن إن شاء الله نحاول نتطرق إليها من خلال الإجابة على أسئلتكم ومداخلاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للمحامي الأستاذ يوسف ربيع، و الآن مع المنتدي الأستاذ إبراهيم سرحان المستشار القانوني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المنتدى في هذه الليلة حول موضوع إبعاد المواطن، والحقيقة مثل هذه المواضيع التي ينظمها القانون الدستوري، والقانون الدستوري هو من أصعب المواد التي يقف أمامها المشرع، ولما لها أبعاد خطيرة وهامة لانعكاسها على القوانين التي ستكون من بعد، أو القوانين المنظمة. الحقيقة في المادة 17 من الدستور لو نظرنا ستجدون بأن
بأنها تتكون من فقرتين، الفقرة ألف التي تتحدث عن مسألة إسقاط الجنسية، والفقرة باء هي التي تتحدث عن إبعاد المواطن، والتي تقول فيها لا يجوز إبعاد المواطن أو منعه من العودة إلى وطنه. طبعاً للقراءة السريعة حول بنيان هذه المادة في صياغتها الدستورية أو القالب الدستوري، نرى أنها لا يوجد هناك إشارة إلى أن هناك قانون ينظم إبعاد المواطنين، أي أن المشرع الدستوري وضعها وحسم أمرها بأنه لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه. في الفقرة الأولى، لأن هناك ارتباط جزئي بين الجنسية والمواطنة، ولو أن في الفقه الدستوري أن موضوع الجنسية يختلف عن المواطنة، والمواطنة تختلف أيضا، هناك فرق بين المواطنة والوطنية. لنبحث في هذه الفقرة، الفقرة باء، في مسألة فقط إبعاد، بما أن الموضوع هو موضوع إبعاد المواطنين. طبعا الفقرة باء عندما نربطها بمسألة المواطن، أي أنه ربطها بمسألة المواطنة، والجنسية ربطها بالوطنية، قد يتبادر إلى العامة بما الفرق بين الوطنية والمواطنة. طبعا التنظيم الدستوري لما له ارتباط بشتى العلوم السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، التجارية، التنظيم الدستوري هو أساسا مرتبط بشتى العلوم الأخرى. فلذلك لو نظرنا لمسألة أو لمصطلح المواطنة أو الوطنية في بعدها الإنساني أو في بعدها الاجتماعي عفوا، نرى هناك تعريف لهذا المصطلح لما يحمل من مدلولات، أي أن المواطن أو كما يعبر عن ابن منظور بأنه من سكن محل وأخذ محلا واعتبره موطنا له ولم يربطه بجنسية، يعني قد لا يكون هناك أحد يحمل جنسية ويذهب إلى بلد ما ويأخذه موطنا له، سواء كان بالتهجير القسري أو بالتهجير الإرادي، يعني بالهجرة. في النهاية لا ارتباط بين مسألة الجنسية والمواطنة. أنا أريد أن أؤسس للتفرقة، لأني أرى أن هناك أيضا حتى المشرع، أنا لا أدعي بأني وصلت إلى هذه الحقيقة، ولكن أرى قصور عند المشرع العادي، عند السلطة التشريعية في فهم هذه المادة، لأني بحثت في المذكرة التفسيرية، وللأسف المذكرة التفسيرية لدستور 2002، والتي للأسف أن هذه المادة لم يتطرق لها المشرع الدستوري، تطرق فقط للفقرة ألف، ولذلك بحثت بشكل يعني معمق، ولا أريد أن أبحث في هذا بشكل معمق، ولكن أترك للمستمع أهمية فهم النصوص لدى العامة، أو هل إن المشرع يخترع مصطلحات ليس لها وجود في الوسط أو لدى الشعب أو لدى على الأقل الوسط القانوني. المواطنة في المصطلح كمصطلح سياسي، يفرق السياسيون بين المواطنة السلطوية والمواطنة الديمقراطية
هذا التفريق طبعا في بداية القرن التاسع عشر وجدت في بعض الكتابات لدلالة على أن هناك من يعتبر أن من يمجد أو من يدافع عن النظام السياسي هو من يحصل على وسام المواطنة، وهي في المدلول القانوني المواطنة هو سلوك وأفعال، والوطنية هي اعتقاد وإيمان. يعني الوطنية هي مرتبطة بالوجدان لا مرتبطة بالأفعال، ولذلك نربطها الوطنية مع الجنسية، بما أن الوطنية هي في الوجدان وفي الاعتقاد لا يمكن أن تحاكم نوايا أو أن تستظهر هذه النوايا إلا بأفعال. ولذلك في دستور 1923 دستور المصري عندما نص على هذه المادة شرحها وتوسع في شرحها، وللأسف دستور 73 ودستور 2002 اقتبسها ولم يصل إلى حقيقة المرادة عند المشرع الدستوري في مصر. الوطنية عندما تستظهر بأفعال أي بالخيانة العظمى، هنا تنتفي من الفرد الوطنية. ولكن نسأل، ما هي الخيانة العظمى؟ هل الانتقاد السياسي خيانة عظمى؟ هل مخالفة القوانين هي خيانة عظمى؟ بالطبع لا. هذه مرتبطة بالمواطنة وليس الوطنية. عندما نريد أن نسقط جنسية علينا أن نستظهر ما يستبطنه الفرد أو المواطن. لا يمكن إسقاط جنسية كل من خالف القانون. لو كل من خالف القانون أسقط جنسيته، ما في أحد في البلد إلا من رحم ربي. هذه مسألة المواطنة، والمواطنة إليها مقياس، إليها تعريفات، هذه مسألة أخرى. الوطنية تستظهر بأفعال. الخيانة العظمى، الخيانة العظمى عندما يستعرضها فقهاء الدستور يقولون أعمال لا، يعني لا شك فيها ولا ريب فيها، مواجهة الوطن بالسلاح أو الاستخبار للعدو الخارجي. هذه بعد تقول هذه الأفعال خلاص استظهرت أنه تجرد من هذه الوطنية. أما الانتقاد وهو صلب الموضوع في مسألة الإبعاد، مسألة المواطنة، هل من أسقطت جنسيته بسبب تقديري أو بالسلطة التقديرية مثل ما تفضل أستاذ يوسف أنه انتفت منه بعض الشروط ولم يصل لدرجة الخيانة العظمى، هل يمكن أن بعد أن تسقط جنسيته يحق لنا إبعاده أو لا؟ طبعا في بعض البلدان تتغافل عن هذه المسألة لخطورة وتجريم الدولي لمسألة الإبعاد. هناك بعض البلدان عديمي الجنسية أو ما يسمون بالبدون تنتفي منه الجنسية ولكن لا يبعد. لماذا لا يبعد؟ لأنه عديم الجنسية، لأنه لا يمكن إبعاده عن الوطن قسريا. من يبعد، من حصل على حق الإقامة أو توافرت فيه شروط الإقامة وخالف القانون، هنا يبعد. الإبعاد في حق مواطن لا يمتلك جنسية أخرى حتى لو كانت جنسية
اكتسبها لاحقا وهو لا يريد أن يذهب إلى هذا الموطن لا يجوز إبعاده. في العقل الاجتماعي يؤصل إلى هذا الموضوع موضوع المواطنة، ويتناول الفقه الدستوري بأن هناك مواد دستورية هي من تؤسس للحقوق، وهناك حقوق هي من تؤسس لنص المادة. يعني في مواد هي تعطيك الحق مثل قانون الجنسية، بس قانون الجنسية هو للتمييز وليس لإثبات أنك بحريني أو غير بحريني، لأن قانون الجنسية له انعكاس في ممارسة الحقوق السياسية ولمسألة عقدية بينك وبين الدولة وليس بينك وبين النظام السياسي، مسألة عقدية هذه معقدة هي في الأساس. أنا إذا أثبت بالجنسية أنني مواطن، إلي امتيازات، إلي قوانين، علي التزامات، علي واجبات، هذه اللي تأسس إليها الجنسية. بس المواطنة هي موجودة قبل موضوع الجنسية، قبل إثبات موضوع الجنسية. ولذلك هذا الموضوع عند علماء الاجتماع يجعلونه في مقدمة إثبات المواطنة، أو في إثبات حق الجنسية. المواطن له حق الجنسية يسبق غير من تقدم بطلب الجنسية. المادة 17 الفقرة باء، لأنها لم تترك أو لم تحيل تنظيم مسألة الإبعاد إلى القانون، لا يجوز للقاضي أو للهيئة القضائية أو للسلطة القضائية أن تعتدي على الحق الدستوري، كما أنه المشرع الدستوري حرمه على المشرع العادي أي السلطة التشريعية، كذلك لا يحق لقاضي أن يوسع في إطلاقاته ويحكم بالإبعاد. هذا اختراع جديد أن يقول القاضي بأن هذا المواطن يبعد عن وطنه. لا يوجد أساس قانوني ولا دستوري لهذا الحكم. أعرف في بعض القانونيين راحوا يحاولون، بحثوا لن يجدوا. ما دام هو محرم على السلطة التشريعية فمن باب أولى محرم على السلطة القضائية. الإبعاد لا يجوز، لا يوجد إلا في الدول المتخلفة الآن هذه النصوص، وإن وجدت بأسباب كما سبقت في مسألة الخيانة العظمى، حتى إن ثبتت حكم المؤبد، حكم الإعدام، ولكن إبعاده بدون جنسية أو حرمانه من وطنه هي أكبر من الإعدام وأكبر من مسألة الأحكام القاسية المؤبدة. أنت نفيت أصل من أصله وساسه منذ أن خلق. أما مسألة الإجراءات في أن يخير إلى هذا الوطن أو لهذا الوطن هي محاولة للهروب من الانتهاك الأول. هناك كاتب توسعة قانونية، لكن ليس مقام، يعني هذه مو محاضرة أكاديمية، أنا أكتفي بهذا القدر لفتح مجال الأسئلة والمداخلات.
شكر لي كل الشكر للمستشار القانوني الأستاذ إبراهيم سرحان. ونفتح مساحة المشاركات ونبدأ بالأستاذة الحقوقية ابتسام الصايغ. الأخوة الميكروفون بس. نحاول أن نختصر في المداخلات. تفضل السؤال. الأستاذة الحقوقية ابتسام الصاي. ونفتح المساحة للمداخلات. تفضل أستاذ. مداخلة أخرى. تفضل السيد إبراهيم أو السيد يوسف لا يريح. يعني في سؤال، هل هناك إجراءات قضائية لاسترداد الجنسية؟ طبعا هو الحاصل يعني في مسألة إسقاط الجنسية، نعيد ونكرر، هناك نوعان للحرمان: إسقاط وسحب. المسقطة جنسيته طبعا أو المسحوبة جنسيته يلجأ إلى الهيئة القضائية بما أنه متضرر، والحاصل حاليا أن المسقطة جنسيتهم بمرسوم بقرارات، أغلبهم دفع بدعوى يعني، والإجراء متوفر، ولكن هل الحق متوفر أو غير متوفر؟ هي السؤال. ممكن تسأل هل القضاء ينتصر للقانون أو ينتصر للحق؟ ما بنقول ينتصر للفرد، ينتصر لأساس الحق أو ينتصر لأساس القانون، أم أن القضاء
ويسلم لما صدر في القرارات التنفيذية ويسلم لما ورد في القرارات التنفيذية النابعة من السلطة التقديرية من وزير الداخلية أو أي جهة. القرار الإجراءات متوفرة موجودة دوليا. طبعا هذه المسائل للأسف مسألة الجنسية هي مرتبطة ارتباط من المسائل السيادية، يعني إجماع، هذا شيء إجماع، ما في بعد أحد من فقهاء الدستور راح وشد وقال لا، هاي مو من هذه، من الأمور المرتبطة بسيادة الوطن والقرارات السيادية، يعني تقدر تستنكر تشجب قلق بس ما في إجراء قانوني يرجع، يعني إجراء قضائي يرجع الجنسية إلا في المحاكم المحلية. طبعاً إضافة إلى ما ذكر أخونا المستشار الأستاذ إبراهيم سرحان، هناك دعوة رفعت من 8 مواطنين على إدارة الهجرة والجوازات وزارة الداخلية وعلى وزير الداخلية بالأحرى في موضوع إسقاط الجنسية. طبعا هذه القضية رفضت والمحكمة كان تسبيبها غريب عجيب يعني، وسبق أن قرأت لكم جزء، أنا أقرأ جزء آخر يعني في موضوع تسبيب إسقاط الجنسية، زين، لأنه أرجع موضوع إسقاط الجنسية يعني في موضوع أنها أن وزارة الداخلية والمرسوم حال إلى تقرير وزارة الداخلية المعروض على مجلس الوزراء وعلى توصيات المجلس الوطني. توصيات المجلس الوطني إذا لم تكن تشريعا أو مقترح برغبة أو سائر الأدوات الدستورية الأخرى المنصوص عليها في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه لا قيمة له، خصوصا أن يجي حكم قضائي يستند على توصيات. هذه يعني مشكلة حقيقية وفي يعني في التراتبية التشريعية يعني. وأضيف في موضوع يعني التسبيب، يعني لما يجي الحكم يقول فإنه وأيا ما يكون في الأمر في شأن الأسباب التي يمكن أن تقدم تبريرا لإسقاط الجنسية عن المدعين فإن الأمر من قبل ومن بعد يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية، لا سيما في حالة الإضرار بأمن الدولة، باعتبار أن هذه القرارات الأخيرة مما يتصل اتصالا وثيقا بمسائل الأمن القومي. نحن قلنا أن المرسوم استند إلى تقرير من عرضه وزير الداخلية، بمعنى أنه تقرير احنا نسميه عادة بالمصطلح الإعلامي أو المحلي تقرير مخابراتي أو ما شابه أو ما يعني أو تقرير أو تحريات أو مجموعة من يعني ممكن تكون صحيحة ممكن غلط، حتى أنها لم تعرض على القضاء، لم يصدر القضاء فيها يعني. وأنا يعني كما ذكر أستاذنا إبراهيم سرحان قبل شوي أن في موضوع ارتكاب الخيانة أنا العظمى أو أي ضرر أي عمل يضر بمصالح الدولة هنا قانون عقوبات يعاقب على هذا الفعل، إما أن يكون هذا الفعل مجرم وبالتالي يحال إلى المحكمة والمحكمة هي تصدر حكما بالإدانة في الموضوع، أو أنك تجيب لي فعل قد لا يعني في أي فعل قد يكون نقص سياسي لا يعاقب عليه قانون العقوبات أصلا لأنه لا يوصل إلى مرحلة الخيانة العظمى ولا إلى موضوع الإضرار بالأمن الداخلي أو الخارجي للوطن، وتجي ترتب علي على مجرد تقرير قد يرفع في أي واحد، ممكن أي شخص ممكن فيكم ممكن يرفع ضد تقرير اليوم وغدا يسقط جنسيته، والقضاء يقول هذا الحكم القضائي 8 من المواطنين البحرينيين اللي تقدموا بالطعن على هذا القرار، يقول المحكمة تقول أنا ما أراقب هذا القرار، السلطة هي مختصة في أن تسقط جنسياتكم من عدمها، أنا لا أراقب هذا العمل، المحكمة تتبرأ من اختصاصها. هذه مشكلة حقيقية يعني، إذا كان هذا الأدوات المحلية المتاحة هذا هو المتاح، فإلى من يلجأ المواطن؟ السؤال من قبل الأستاذ ابتسام الصايغ، تفضل السؤال. بالنسبة للمنطقة اللي فيها يعني
مداخلة أخرى؟ إذا هنالك مداخلة نختم بهذه المداخلة. أستاذ مداخلة أخيرة، تفضل أستاذ. هل أن بعض القوانين صايرة مبهمة؟ مثلا المحامي يفهمها بطريقة والمشرع يفهمها بطريقة أخرى. كل الشكر. في سؤال الأستاذة، يعني في مسألة الحقوق المكتسبة، يعني مسألة الأملاك التي اكتسبها المواطن وبعد ذلك سقطت جنسيته، هل يحق إسقاط هذه الحقوق عنه أو تجريده من هذه الحقوق؟ طبعا لا يجوز، هذه حقوق شخصية مكتسبة للفرد ولها آثار على من يعيلهم أو ورثته أو كما يشاء أن يتصرف فيها. طبعا الانتهاك هذا موجود، ويفترض يعني الإجراء القانوني وهو طبق مع حالات ولم يطبق مع حالات أن يوكل هذا المسقط جنسيته شخص قريب له وكالة عامة وليس خاصة، عامة في التصرف لسحب الأموال من البنوك أو بيع المنزل أو في هذه التصرفات. هذه حقوق مكتسبة لا تسقط ولا يحق لأي جهة مصادرتها إلا إذا كان هناك حكما قضائيا لاختصاص أموال أو ما شابه ذلك. أما في مسألة فهم القوانين، لا أعتقد، يعني هذا تقديري، في فهم القوانين هناك قواعد علمية لتفسير القوانين، قواعد علمية تدرس هذه القواعد، يفهمها المشرع العادي أو النائب أو العضو، يفهمها ما يفهمها القاضي، يوصل إلى تفسير هذه القواعد القانونية تفسير صحيح أو ما يوصل إلى هذا كل واحد اجتهاده الشخصي. ولكن في اعتقادي أن هناك من يعي حقيقة القوانين ويغض البصر، يعلم بحقيقة بل يفهم فلسفة القانون، لماذا وضع القانون أبعد من ذلك، ويعرف تطبيقاته ويرى أنه مطبق بشكل خاطئ ولكن يغض البصر بأعذار واهية أنه لا ارتباط له بهذه الدعوة وانتهى مسؤوليته، ولكن لا تسقط أمام أهم مقومات القانوني القاضي المشرع. عندما نعلم بقضية قانونية من باب أولى أن نبدي آراءنا فيها، لما على الأقل لمسألة بحث علمي نقدم آراء ويقدمون آراء، كل شخص مشتغل بهذا الشأن يقدم رأيه ويقبل موضوعيا وعلميا آراء الآخرين ويبحث معهم هذه الآراء. شكرا. يعني أستاذنا إبراهيم سرحان وضح في موضوع الحقوق المكتسبة التي لا يجوز النيل منها في موضوع إسقاط الجنسية وعدمها في محال إبعاد المواطنين، يعني المفترض أن يعلم هذا المواطن بتنفيذ هذا الحكم، أن يسمح له بأن يعامل معاملة إنسانية لائقة، لا يجوز أن يبعد مثلا ملابس الشخصية دون أخبار أهله، دون أن يحمل معه، يعني في النهاية هو رايح على بلاد غريبة ويروح بثياب اللي عليه، هذه من يعني
معاملة حاطة بالكرامة، ومن غير اللائق أن يعامل مواطن بهذه المعاملة، فضلا عن موضوع إسقاط جنسيته. يعني في موضوع فهم القوانين، ويعني القوانين إما تأتي بنصوص واضحة وبالتالي يفهمها المشرع ويفهمها يعني المحامي أو الباحث كما هي من خلال المدلولات والألفاظ التي تحتويها، وإذا ما حصل خلاف فهناك قواعد في تفسير هذه النصوص القانونية. بطبيعة الحال هذه القواعد العلمية يعني قد يحدث اختلاف، يعني وفقهاء القانون يعني كثيرا ما اختلفوا مع تفسير نصوص قانونية يعني خرجت بها محاكم النقض والتمييز، ولكن تبقى هناك نصوص لا يمكن الاختلاف على أو مبادئ قانونية لا يمكن يعني أن يختلف عليها اثنين. في موضوع يعني حتى في موضوع إسقاط الجنسية، النيابة العامة مثلا أسندت إلى المسقطة جنسياتهم يعني تهمة وعقوبة غريبة عجيبة وردت في قانون الإقامة، ودفع بعدم دستوريتها لأن النص القانوني واضح، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويجب أن تكون هذه الأفعال الجرمية محددة بنص قانوني. يعني مثلا المادة 29 الفقرة الثانية من قانون الإقامة يقول: يعاقب كل من أدين بارتكاب جرم آخر ضد هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار. ما هو النص المجرم هنا؟ هذه عموميات دفع بعدم دستوريتها، ولكن المحكمة لم تأخذ بجدية هذا الدفع للأسف. شكرا. في نقطة مهمة، يعني في مسألة تنفيذ الحكم، تنفيذ حكم الإبعاد، طبعا كلنا يعلم بأن بمجرد صدر حكم محكمة الاستئناف نفذ حكم الإبعاد، وفي القواعد العامة الإجرائية في خصوصا في المادة 319 قانون الإجراءات الجنائية أن لا ينفذ الحكم حتى يصير أو تصير صيرورته نهائية أو باتا. والواقع أن بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف لا يثبت، ما دام أن طريق الطعن عليه بالتمييز مفتوح، ولذلك مسألة تنفيذ النيابة إلى الحكم هي مخالفة لصريح القانون وصريح المادة ولا يمكن أن يبرر. وشكرا. كل الشكر للأستاذين